الشيخ وفقكم الله، هناك من يزعم أنه عند بيعه للكلاب المدربة إنما يبيعها مقابل تدريبها والعناية بها وليس بيعا للكلب، فهل ما يذكرونه صحيح؟ هذا احتيال. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وأنت بتحتال على هذا وتقول أنا هذا مقابل تربيتي لها؟ ما يجوز بيع الكلاب ولو كانت مدربة، لكن يجوز الانتفاع بها فقط. نعم.